اخرج من بلادنا. قال افعل ان شاء الله. ماشي امشي. فلما اراد الخروج اغروا به عبيدهم وصبيانهم وسفهاءهم يسبونه ويصيحون عليه حتى اجتمع عليه الناس فوقفوا له صفين يرمونه بالحجارة ويشتمونه بكلمات السفه. وقفوا صفين والرسول ماشي في وسطهم خارج من البلد وفي ايدهم طوب يضربوا بيه النبي ويسقفوا ويصوتوا ويصرخوا ويهيصوا ويشتموا ويتكلموا. ورسول الله يمشي ولا يلتفت. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش قادر أطيق أن أتصور هذا المشهد. رسول الله، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، زي ما قال ابن الجوزي: لو كان غيره لقال يا رب أنت مالك الملك وهؤلاء عبادك وأنت أرسلتني فلما أذل. ولكن ما خرج من لسانه كلام ولا وقع في الباطن اعتراض. بل ماشي يتقي الطوب والحجارة بيديه عن رأسه فيرمون رجليه، فإذا جلس رموا رأسه. وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى شجت رأسه شجا منكرا، ولم يزل به السفهاء حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة على 3 أميال من الطائف، 5 كيلو بيضربوا في سيدنا النبي، مسافة 5 كيلو متر. وجد حائط يجنينة، حديقة، مزرعة لعتبة وشيبة ابن ربيعة، فدخلها. فلما دخلها رجعوا عنه، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار. فاتتنا حتة، هو وهو يمشي وقع في حفرة ويلتفت يمشي بظهره ليتفادى الطوب، وقع. فلما وقع كفوا عنه فنظر إلى السماء وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أعوذ
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. دعاء بعض الناس يقعد بقى يحكم صحيح وضعيف، ويروى عن ابن إسحاق فيه عن عنته، ولكن هذه الرواية صحيحة. تلوح عليها أنوار النبوة، كلام النبي. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، الشكوى لله، وشكاية الموحدين لله تختلف عن شكاية غيرهم. أنا قلت قبل كده إن في فرق بين الذي يشكو ليتفلت ويتنازل ويترك ويولي ويبرر، وبين من يشكو ليستعين. في واحد بيشتكي عشان يبرر أخطاءه ومثالبه وفشله وتضييعه، يشتكي ليترك ويهرب من الميدان ويولي